ريده جمعت بين الألحان الشعبية وأشعارها. استأنف الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي أنشطته لهذا الموسم الذي يعول عليه في الكثير من إثراء الساحة الثقافية وإنعاشها، إضافة إلى حفظ التراث الشعبي الذي يشكل هوية وطنية. إن هذه الأمسية الافتتاحية لبرنامج الأنشطة السنوية للاتحاد والتي يشارك فيها أدباء وفنانون من مختلف الأجيال، ويحضرها هذا الكم من الشخصيات الثقافية والأدبية، سيكون لها أثرها البالغ في إنجاح رسالتكم الثقافية الرائدة في جو يطبعه التقارب والتآخي والإبداع. سيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، إننا في قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ملتزمون بمواكبة كل الأنشطة الثقافية والأدبية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشاغل الغزواني تعهداتي، الذي تشرف حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تنفيذه بكل جدية واهتمام. الاتحاد الناشئ شكل ملتقى ثقافيا لمختلف الثقافات الشعبية المتنوعة من أدب وموسيقى، هذا إضافة إلى إسهامه في تنظيم مسابقات في المجال بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين لنفض الغبار عن هذا الموروث. لقد تمكن بعون الله مؤخرا من استكمال الترسانة القانونية للاتحاد بعد موافقة المكتب التنفيذي على النظام الداخلي والنظام المالي، كما نظمنا بالتعاون مع قناة الموريتانية مسابقة أدبية كبرى فيلال لغنة، التي كانت محل إشادة وتنويه من كافة الفاعلين في الساحة الأدبية، كما لا تفوتني الإشادة بالجو الوحدوي الذي يطبع عملنا، وهو ما سيساهم مستقبلا في الوصول إلى أهدافنا ومرامينا المنظورة والبعيدة. تخللت الحفل مداخلات ثمنت الجهود المبذولة في الحفاظ على الأدب الشعبي، سواء عن طريق دعم الحكومة أو من خلال حرص الشعراء والمهتمين على تطويره وصونه. لتتتابع بعيد ذلك فقرة الإلقاءات الشعرية بمختلف اللهجات على أوتار التدينيت والآلات الموسيقية الأخرى العريقة.